السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة طرز رشا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم باذن الله غادي نخدم واحد التطبيق ديال زواقة ديال شكل هندسي. كيف ما كتعرفوا اشكال هندسية كيكونوا راقيين في اللبسة وتيتخدموا باللوينات. ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخدم هذه الزواقة هذه، غادي نطبقها. كتجي في جليلبات، كتجي زوينة. تبعوا معايا ان شاء الله الطريقة باش غادي نخدمها باش الكل يستفد. بسم الله. اول حاجة غادي نشرح لكم الطريقة باش غادي تبداو. غادي تفيكسو رجليكم على الموتور، ما غاديش تحركوا رجليكم على الموتور، يعني يتفيكسا على الموتور. والركبة ديالكم تبقى مفيكسية على العراض، يعني غادي تاخدو غير واحد العراض، واحد القياس اللي بغيتو، يعني بغيتوه صغير، بغيتوه ميان، بغيتوه عريض، يعني على حسب الحجم ديال الزواقة اللي تراسيطو. المهم ان شاء الله انا غادي نشد العراض الكافي اللي غادي يكفيني لهاد الزواقة هادي، وغادي نمشي بيه. كنمشي بيه كنعرض، يعني كنمشي وانا خدامه حتى كنقرب نوصل لهذا القنت هذا، وكندير بحال الا كنميل شي شويه لماما، وكنمشي مع الخط حتى للقنت. ملي كنوصل ثاني القنت كنحس براسي قريبه لهذا القنت هذا، كنميل لماما، يعني ديما انا خدامه وكنميل لماما. بسم الله. غنميل المربع، وانا كنخدم وكنتقل يديا باش تجيني زواقه عامره، ما تجينيش خاويه طرزه، ما تجينيش خاويه. بالخاطر وبشويه عليكم توفان تخدموا هاد اش نقولوا ليه نصف مثلث. باش يجيني نصف هاد المثلث هذا، باش يجيني متقون، يعني ما يكونوش عندي هاد الخويات هادو، ما يكونش عندي هنا العرض في هاد القنت. شكل هندسي ما كيبغيش يكون العرض يخرج برا ديال القنت، العرض عفوا العرض ما كيبغيش، شكل هندسي ما تيبغيش العرض يخرج نهائيا على هاد القنيات هذا، يعني خصو يجي مقاد، تمشي بواحد العرض حتى الاخر. شفتوا معايا؟ غادي ندير لون تاني. بالنسبة لهاد نصف مثلث، المهم أنا كنقول لهم نصف مثلث، هادو هما صغار على هذا، كنخدمهم بالطريقه باش تراسيتهم، يعني نتبع التراساج ديال ستيلو او التيكربون، ما نخرجش برا ديال التراساج. غنمشي بنفس الطريقه، يعني الطريقه باش خدمت هذا غنمشي به بنفس الطريقه لهاد الثاني هذا.
يكون فيه غير شويه ديال تدور المرمى، ماشي حتى ديك الدرجه ديال الاقواس وديال غير شويه، غير واحد شويه ديال التميال. عشوائي يعني ما نسقتش اللوان صراحه، غير لقيتهم وهزيتهم. بالنسبه لهاد المربعات هادو غنخدموهم مربعات، يعني واحد الارض باش غادي نخدموهم. مثلا غادي نفيكسي رجليا كما قلت لكم على العراض بالعراض اللي بغيت انايا. ممكن انكم ديروا شونتيون في الملاقيه بحال هاد الطريقه هادي، تراسيوها بحال هاد الطريقه وتشوفوا العراض اللي غادي يوالمكم نتوما على حسب الزواقه. ديما حنا كنتمشاو على حسب الزواقه. مثلا انا دابا العراض غنشدو غنفيكسي فيه رجليا، ما غاديش نطلقو حتى نكمل هاد المربعه. كنمشي كنعمر المره الاولى الثانيه الثالثه، يعني كندير مرمى واحد المرمى جوج ثلاثه. وملي كنبغي نخدمهم راه كنشد في القنط ديال كل وحده. مثلا راني درت مربعه، غنمشي هنايا فين غادي ندير ليها سميتو، فين غادي نبدا، غادي نبدا من هنا لهنا باش تجيني مقاده. شفتوها ها هي راه جات مقاده. غادي نخدم معكم الثانيه نفس الطريقه باش اللي قلت لكم. Yeah.
كتشدوا عراد واحد راه كتخرج لكم الزواقه هي هذه كيف ما بغيتوها نتوما. مثلا بغيتو تخدموا مربعه وتلقوا العراد، انا خدمت كنجي لهنايا طلقت العراد، كنجي كندير نفس العراد كنطلقو، كندير ثاني نفس العراد، حيت ملي كدوزو المره الاولى والمره الثانيه كيتقاد لكم العراد، يعني تيتقاد لكم نفس المستوى ديال العراد. هي راه تبارك الله كتجي زوينه كيفما قلت لكم. غادي ندير لون اخر باش تجينا الزواقه زوينه، ندير غير الرسومه هادو، غادي نخدموهم بنفس الطريقه باش خدمت هادو. انا البنات غادي نكمل هاد الشويجات هادو وغادي نرجع معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا ساليت التطبيق، ان شاء الله ينال اعجابكم هاد الفيديو هذا، وان شاء الله غادي نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. شوفوا معايا البنات، سمحوا لي راه غير الاضاءه ما عنديش الضوء بزاف. كنتمنى هاد الفيديو هذا ينال اعجابكم، وكنتمنى من التلميذات ديالي ان شاء الله يكون وصلهم الشرح ديالي، وكنتمنى لهم التوفيق، وكنحييهم من هاد المنبر هذا. السلام عليكم.
يلا السلام عليكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.